أعلنت القوات العراقية سيطرتها على حقول بابا كركر النفطية وشركة نفط الشمال في كركوك بعد تسليمها من جانب الأكراد دون قتال. وأعلنت وزارة النفط الاتحادية في العراق أن القتال الذي يدور في كركوك المتنازع عليها يأتي بمعزل عن المنشآت النفطية. وأوضحت الوزارة أن مسؤولي إقليم كردستان وافقوا على تجنب القتال قرب مصفات نفط الشمال في كركوك. ينضم إلي كريم العزي الكاتب الصحفي من كركوك. سيد كريم، أهلا بك. يعني الأوضاع حتى هذه اللحظة إلى ما تشير، هل احتمالات المواجهة تبدو قائمة؟ المواجهة طبعا العسكرية بين الجانبين. السلام عليكم، تحياتي لك وللمشاهدين. حقيقة هنالك حاليا في شوارع كركوك بعض المسلحين المدنيين منتشرين في مناطق كركوك، وهنالك بعض الفوضى حقيقة في كركوك لمسلحين. وحقيقة بالنسبة للمصادمات بين القوات الاتحادية وبين البيشمركة لا توجد مصادمات حاليا لحد هذا الوقت، وهنالك حقيقة اتفاق يعني مسبق بدخول القوات العراقية لمناطق الحيوية وبنفس الوقت مناطق اللي كان يشغلها سابقا الجيش فرقة 12. فبالنسبة لآخر التطورات اللي وصلت القوات الأمنية، هي سيطرت تفرض المطار على الأمن، تفرض الأمن على مطار كركوك قاعدة الحرية. هذا آخر تطورات حسب خلية إعلام الحربي. نعم، يعني هذه الأنباء بشكل كبير تبدو متسقة مع ما يصل، لكن أتحدث عن السيناريو المحتمل، التصعيد المحتمل، هل هو قائم؟ سيد العزيز، نعم. أنا لو تعرف جنابك الكريم، هنالك قوات بآلاف البيشمركة موجودة في كركوك. هي حاليا القوات الاتحادية دخلت الى بدايه، بدات من فلكه تكريك يسموها بدايه اللي النقطه اللي متصله بين مركز كركوك وباتجاه الحويجه والرياض وباتجاه كركوك. هذا مركز حيوي بدات سيطرت عليه بدايه المكتب خالد، بعدين انطلقت الى الدبس، سيطرت على اقصاء الدبس وباي حسن. لم يحدث اي مواجهات حقيقه، لكن بدأت المصادمات والمواجهات في منطقة حي الصناعي بداية دخول كركوك، يعني قبل ما تدخل السيطرة الرئيسية لكركوك. لكن يبدو أنه كان هناك تنسيق أساسا بين القوات العراقية والجانب الكردي بشكل أو بآخر، بغض النظر عن تضاد الإرادتين، لكن في النهاية هناك يعني أعلمت القوات العراقية، قوات الحكومية، الجانب الآخر بأنها تدخل. قوات البيشمركة انسحبت، وخاصة الاتحاد الوطني انسحبت، تركت مواقعها وانسحبت إلى أماكن ثانية. لكن هنالك حقيقة بعض المسلحين اللي لبوا نداء محافظ كركوك المقابل بالدفاع عن كركوك، وحقيقة هنالك بعض المصادمات والمناوشات البسيطة داخل مناطق كركوك. والقوات الأمنية حقيقة تمشط يعني بعض المناطق وتحاول تفرض الامن، وخليه اعلام الحربي اعلنت وطالبت الموظفين والدوائر الخدميه بالدوام وممارسه اعمالهم. ووعد رئيس العبادي حاليا، اكو خبر حاليا وصلنا يقول نطمن اهلنا في كردستان وفي كركوك على وجه الخصوص بان حريصون على سلامه مصلحتهم. هي هذه القوات الاتحاديه هي فقط لنشر مواقعها القديمة فقط، وهي ليست جاءت بالاصطدام مع القوات البيشمركة أو القوات أي قوات موجودة، هي لنشر مواقعها القديمة لمناطق حيوية مثل قاعدة كيوان ومغار كركوك، وبنفس الوقت مواقع النفطية اللي موجودة في دبس باي حسن، واللي يعني بنفس الوقت المناطق اللي كانت فيها جيش سابقا قبل دخول داعش على كركوك بالضبط. نعم، شكرا لك كريم العزي الكاتب الصحفي، حدثني توا من كركوك.